فجمعنا حوالي 3000، هذا الرقم على الحدود. على الحدود إيه، يعني بآخر 10 أيام من آذار مارس 91 على الحدود، إنه هل ندخل ما ندخل، وإذا ندخل وين رفحة وين كذا وين. فقلنا الحل الأمثل ندخل، خلينا نشوف شن. والله دخلنا، اقتحمنا الحدود. وبالمناسبة يعني أني واحد من 3000 من أوائل اللي اقتحموا الحدود، لأن لاحظت تردد لدى الناس والشباب، شلون نقتحم الحدود السعودية؟ أفرض أكو عسكر أطلقوا علينا النار وإحنا يعتبرونا متسللين. هني ما صار تفاوض مع حرس الحدود السعودي؟ ماكو حرس. لا بس أكو 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 حرس سعودي مفروض على الحدود. ماكو لا حرس عراقي الحدود ولا. الحدود كانت مفتوحة يعني. مفتوحة صحراء. هو أنا جايك بالحديث، ماكو سعودي حتى نكلمه، ولا أكو عراقي، لأن أقرب مركز شرطة عن هذا المكان، عن الحدود، عن العمود الحدودي حوالي 7 كيلومتر ورانا، هذا مركز شرطة عراقي خلفنا. بس مينكو عراقي ومينكو شرطي ومينكو كل شيء ماكو يعني. فالحدود مفتوحة. حدود مفتوحة سائبة يعني، قلت لك فقط. فدخلتها. دخلنا مشينا 10 كيلومترات، شفنا مخفر سعودي عليه العلم السعودي يرفرف. الآن وصلنا لهذا المخفر، لاحقا اسم هذا المخفر السادة. السادة وليس السادة، كما أن أحد العقداء السعوديين يمازحني قال لي يا بترى هذا مخفرنا السادة مو السادة، على كيفك أنت، أضحكنا يعني إيش. المهم فمخفر السادة 3000، وكان شهر رمضان والسعوديين طبعا صايمين. احنا بالنسبة لنا وين يصوم، هو جواع لا او عطشانين، هم صايمين اصلا هاي الشباب والناس والنساء والثلاثة الاف اللي اقتحمنا الحدود. فنزل ضابط برتبة ملازم اول نجمتين، نزل من المخفر. فالشباب قالوا لي كلمه انت روح له كلمه، لا تخليه يوصل يعني يمنا، اخاف واحد من عندنا يسمع فد كلمة ويخربط، ولأن هذا ضابط يعني، وشهر رمضان وذول الصيام وكلهم سلاح هذا المخفر، يروح يسوي لنا شيء فممنوع. قطوا هم أوامر الشباب واحد ومنظمين، يعني قلت لك 86 واحد وياه يعني، ها فمنظمين، وقفوا الناس قالوا لهم لا حد يتحرك، خلي يحكي ويا ذاك الوقت يسموني أبو أحمد، خلي يحكي ويا أبو أحمد. مهم فرحت له، تقدمت له، والله السلام عليكم. عليكم السلام. قال شنو منو انتو اشتردون؟ قلت له مثل ما جاي يشوف هاي عوائل وشباب ورجال واطفال، احنا جايين لاجئين. هاي غير حلقة اليوم تعيس. خل استراح ما اقدر اكمل. طيب ناخذ احنا بريك ونكمل.